جلستنا المميزة ومع ضيوفنا المختلفين، احنا اليوم بحلقة جديدة من على البساطة. رح نتعرف على مشروع رغوة. رغوة هو مشروع لتوأم ميس ومياس، قدروا انهم يعتمدوا على البساطة في اساس هذا المشروع. خليكم معنا لتعرفوا تفاصيل اكثر عن مشروع رغوة. فيكم مشاهدينا الكرام، واليوم سعيدين جدا بوجودنا ببيت التوأم الجميل ميس ومياس الحلو، يلي استقبلونا مع ابداعاتهم الجميله يلي رح نتعرف عليها اكثر بحلقتنا لليوم من على البساطه. ميس ومياس اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك، نورتي نورتي. الله يسعدكم، شو اخباركم؟ الحمد لله تمام. طيب انا كثير سعيده بوجودي معكم. البساطه قد تصنع كل شيء جميل، وهي الاغلب تعمل كل شيء جميل، وهذا الجمال شايفينه قدامنا. طيب خليني أبلش معك ميس، بأدي الطبيعة أثرت فيكي وخلتك تطلعي بهاي الفكرة بمشروع رغوة وبكل هاي الأشياء الجميلة اللي إحنا شايفينها؟ أساساً أنا أي منتج مش طبيعي ما بحب أتعامل معه بشكل عام. يعني بشكل عام أنا أساساً أي شيء مش طبيعي ما بحب أتعامل معه. حلو. يعني لا حتى المنتجات اللي دارجة بالسوق ما بحب، يعني كل شيء بحاول أصنع شغلات أنا من نفسي من زمان، طول عمري من ماسكات أشياء لوجهي ما بحط ولا أي شيء مش طبيعي، وطول عمري بحكي انه حابه اشتغل اشياء لها علاقه في الطبيعه وابعد عن اي ماده كيميائيه ادخلها في الشغل اللي انا بشتغله. والحمد لله زبطت، انه كنا نلاقي دورات مثلا ينزلوا انه في دورات صابون. الاشي تقدر تبيعيه، منتج تقدر تقدميه للناس، وبالنهايه حلو. كمان انت تكوني مطمنه انه هو ما رح يضر حدا. يعني بالزبط. جميل. انا في اشي كتير كيوت عجبني من اول هرعلين عشانك احنا يعني قدي اشوفوا الاشي جميل. هاد اجر بيبي صغيرة. هذه توزيعات بيبي. توزيعات بيبي، وهي السلة اللي امامنا هي عبارة عن توزيعات بيبي. هاي الافكار كيف تطلع معكم؟ طبعا هي ابداع بشغلة. الشغلة بتصفي انه بدك اشي الى دخل في المناسبة، فاهمة كيف؟ اشي لما تشوفيه تعرفي انه حيكون ذكرى لطيفة لهاي المناسبة. فهاي تعتبر ذكرى لطيفة. حلو. يعني واحد توزيعها كهيك لبيبي هيعرف مباشرة انه في مولود جديد مثلا او عيد ميلاد بيبي. وهيك. جميل. وشفت كمان اشياء كمان العلاقة بالبيبي. خرخاشة. خرخاشة كمان هي من التوزيعات. في دبدوب كمان. وفي كمان دبدوب. هاي كلها صابون. يعني احنا ما بنحكي عن منظر بس. احنا بنحكي عن منظر جميل. وكمان ريحه حلوه، وحتى هاي ما فيها مواد كيماويه. جميل. مع انه اغلب الاشياء اللي احنا بحياتنا اليوم كلها تقريبا طبعا تعودنا عليها مواد كيماويه. فهي السل احنا بنحكي عن شيء خاص ببيبي. مزبوط. جميل. طب بتفكر مثلا تحفروا مثلا هون تاريخ الميلاد؟ هلا هاي ممكن طباعه، وفي كمان ممكن من خلال القالب نفسه نعمل قوالب احنا انها تكون تحفري فيها اسماء. بس هذا لسه، يعني هذا مبدئيا احنا نقدر نطبع طباعه عليها. يعني جميل. بتحطي بطاقه مكتوب عليها اسم البيبي مثلا، تاريخ او على الشبره، او الشبره نفسها بتقدر تطبع عليها اسم تاريخ. بضل ذكرى حلوه الواحد يقدمها. اكيد اكيد. حلو كتير. وانا يعني متخيل لو بدي اخذ هيك شيء. الحلو انه الصابون ممكن احفر عليه التاريخ معين. يعني انه المرونه الشيء لانه هو صابون. اكيد. ففي كتير ابداع بالموضوع. سهل الرسم عليها اساسا الصابونه. جميل. طيب احنا في برنامج على البساطه دائما بنحكي عن قد ايه في حياتنا احنا ممكن نعقدها ونبسطها. وهذا الشيء بينطبق على افكارنا، على مشاريعنا، على اسلوبنا بحياتنا. لما بلشتوا بفكره رغوه قدي حسيت انه الموضوع سهل تطبيقه، صعب؟ ايش الاشياء اللي بتيجي اجت براسكم؟ هلا احنا كنا مفكرين الاشي اصعب من هيك بصراحه. كتطبيق هو سهل، بس الجهد للمشروع نفسه هو اللي صعب. لما تبلشي شغل في المشروع حتكتشفي انه مش زي ما انت كنتي متخيله. لا، حتكتشفي انه الموضوع اصعب من هيك. بدك وقت، بدك مكان مناسب له، فاهمه؟ فيعني من هاي الناحيه حتتغلبي. بس طبعا الشغله بدها كل شيء. هي بلشت بفكره بسيطه. بعد الواحد بيطور حاله. جميل. يعني الواحد لو تيجي عليه فكره بسيطه انه بس انا بدي اقدم توزيعات بدون لسه ما اقعد اعمل مقشرات بدون ما اعمل شيء، هذا بنجح. يعني الواحد يبلش بشيء بسيط بعدين يبلش يكبر شغله. طبعا. والحمد لله في اقبال كثير لما تقنع الناس بفكره زي هيك، شيء يعني بسيط وشيء سهل.
الناس مميز غريب تعتبريه فاهمه مش زي شيء كرتون او بلاستيك او شوكولاته يعني شيء جانبي مو هيك الطف تحسي جميل يعني هاي اكثر من منتج امامنا وهون احنا بنحكي مثلا هاي المنتج هذه صابونه تليف شوي صابونه تليف واحنا حبينا يكون معنا موجود اساسا الشيء اللي بتستخدمونه هذا ليف طبيعي طبيعي وهذا بنحطه جوا الصابونه نفسها عشان في الاستحمام يكون في صابون وليف مع بعض كانه عمليه استحمام كامل فاهمه كيف وبرضه فيها زيوت طبيعيه يعني هاي بنحط فيها ماء ورد وبنحط فيها زيت ما زيت ايش بتحطي فيها زيت بذور العنب بحط فيها بحط زيت لافندر بحط فيها ماء ورد جميل ما في بحط فيها ولا اي ماده حافظ طبعا كله هو طبيعي. اساسا هاي المواد مش راح تضر قد ما قعدت وقت لانه زيوت طبعا. الزيوت ما بصير عليها شيء جميل وهي الامور انتم بتنتبهوا لها قد ايه بتنتبهوا لانه المنتج فعلا اذا قعد فتره عند اللي استخدمه ما يخرب ما ياثر ما يصير في اي يعني خلينا نحكي مضاعفات ممكن تاثر بشكل سلبي في أكيد. طول هلا ما اساسا بدك انت تشتغلي بشكل دقيق جدا وبدك يكون كل المنتج نفسه لو عملتي اكثر من حبه يكون كله نفس الجوده فاهمه كيف فراح تضل احنا بنضل منتبهين على انه يكون نفس الغرامات يكون شيء كثير دقيق فاهمه فهذا الشيء اللي بيخلي المنتج ناجح يعني انه بنجرب 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 ليزبط يعني احنا حلو كثير بنعاني ليطلع المنتج بالاخير صح كم مره بنغلط وكم من مواد خام حبه زي ما صار راح على الفاضي بس الحمد لله يعني ما في شيء راح على الفاضي كله بيطلع منه منتج صح جميل طب صراحه بما انكم توأم ويعني خلينا نحكي شوي الافكار اكيد متشابهه ولكن الا 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 ما مثلا انكم تعملوا فكره توزيع معينه انت بدك هيك ميس بدها هيك كل شيء مش غيرها على كل شيء انت صرتي الحساس طبيتي فيه انت مشكله لما يكون ادارتي يعني بصراحه شو اكثر شيء يعني خلينا نحكي بتوصلوا لمنطقه انه اختلفتوا فيه عليه احنا بصراحه كل شيء مختلف عليه وكثير اعرض من بعض للاسف الشديد كل واحدة مسكت فكرتها مثلا انا بالشغل ما بخليها تتدخل في ايش الزيت اللي تحطه وايش بقولها مثلا هذا شيء انا اشطر فيه لك بينتي كانك انت مسيطره على ايش انا اشطر احنا هي كثير بتشتغل في التغليف وهي التفاصيل احنا تقريبا مقسمين الشغل يعني مثلا صابون ليف انا مش كثير بشتغل فيه هي بتشتغل فيه اكثر انا الباث بوم فاهمه كل واحد بيمسك شغله معينه وهيك بنكمل مع بعض اصلا هو بس ما هيك في مشاكل يعني في توزيع المهام واضح عندكم واضح الحمد لله بس دائما خلينا نحكي هاي الخلافات اللي بتصير هي اساسا عشان الشغل يكون احلى طبعا طبعا ويكون بأفضل ما يكون جميل طيب حكينا شوي عن توزيعات الهدايا عندنا اعراس وهي انا عم بشوف كمان حكينا عن البيبي وهين العروس قد ايه الفكره لطيفه صح وبسيطه وفيها هيك معنى حلو انه فستان العروس والدانتيل هذا او اللي هو بدل على العرس كيف اجتكم هاي الفكره مثلا انه احنا نعمل حتى بالشكل هذا احنا كنا في كل مناسبه ندور على شيء بيخصها فاهمه فاحنا بندور على اكثر من قالب حتى توزيعات البيبي احنا ما عندنا بس هاي التوزيعات بنجيب اكثر من شغله وبنشوف ايش الاحلى وبنعرضه حتى هاي في ورد للعروس مرات وزع ورد مش شرط بس هاي توزيعه عروس ممكن هاي توزيعه الورده هاي مش عارفه بلاش اطولها حاليا اوكي الورده هاي هاي هلا هاي ما بعرف اذا بتعرفي هاي برايت تو بي مناسبة برايت تو بي اللي طالعة جديد هلا هاي بتكون مناسبة كتوزيعة أكثر من إنها عروس لأن العروس في العرس نفسه في الخطبة أو في العرس بس هاي ممكن توزيعة صبايا تصفي فاهمة صحبات وفي الشاور بارتي أيوة كمان شاور بارتي كثير بياخذوا للشاور بارتي الباث بوم باث بوم نفسها لا الباث بوم كرات فوال نفسها بحط شبر عليها وبفتح برايت تو بي وبوزعوها في الشوار بارتي لكل واحدة كل صبية بتاخذ توزيعة باث بوم مثلا يعني ايش مستفيد منه شي... وفكرته حلوة حلو كتير طيب كمان عندنا شغلات تانية احنا بنحكي عن السكراب هون او المقشر واحنا بنعرف كتير اليوم السوشيال ميديا خلى بين ايدين الناس اي شيء يعملوا فبنشوف كثير المقشر انه حطي هاي على هاي الهاي بيطلع معك مقشر ولكن لسه من كم يوم صديقة لي على الفيسبوك انه بتحكي يا جماعه ما حدا ياخذ اي وصفه عن النت لانه انا انحرك وجهي فقديش مهم انه انتم مثلا بتكونوا معنيين انه اوكي موجود بين ايدين الناس هاي الافكار ولكن مش كلها دقيقه ومش كلها صحيحه طبعا فقديش بتهتموا بانه تجربوا هذا الشيء عليكم ايوه قبل ما انكم تعطوا لل احنا فعليا بنجرب على حالنا بالاول بس هلا المقشرات انت لما تعملي مقشر في البيت عن طريق النت
ما رح تكون الوصفة دقيقة 100%، مش زي حدا دارس الإشي أو متعلم الإشي، عشان هيك أضمن إنك تشتري من حدا ببيع منتج طبيعي. صح. طبيعي طبعاً لازم يكون طبيعي، لأنه إذا ما ضر إذا ما فادك ما بضرك. فاهمة؟ جميل. طب أول حدا بتجربه عليه ميس ولا مياس؟ اعتراف. كل أهلي لازم يجربوا. كل العائلة، إحنا كل العائلة تجرب. حوالي لازم يجربوا. أي معلومة خلينا عشان نعدل. احكوا لنا. أنتوا يصير لكم إشي مش مشكلة، وإحنا غيركم لما نبيع. يعني كل العائلة تحت التجربة. هذول فات تجارب. قديش هذا الإشي حلو إنه العائلة كمان متعاونة معكم، قديش تدعمكم. من الوالد، انا يعني طبعا انا احكي للمشاهدين شغله كثير مهمه، انه الوالده يعني يمكن كانت معجوه اكثر من ميس ومياس، بتكون معجوه اكثر وحريصه انه يكون كل شيء بيرفكت. ايش بدكم؟ قد ايه بتحسوا براحه انه الاهل داعمينكم وهذا الشيء ممكن يخليكم تتطوروا اكثر؟ شعور ان الواحد بيشتغل شيء لحاله هو اصلا شعور بجنن. لما اهلك يكونوا مبسوطين اكثر منك على الموضوع اللي انت بتشتغل فيه، اصلا بكفي قد ايه بنخرب لهم المطبخ وقد ايه بنوسخ لها وقد ايه بضل في ريحه عطر على الاشياء مسكينه، يعني بضل تكب اشياء قد ما في عطور في المطبخ. بس بالنهايه هيك النتيجه، هي بتنبسط يعني هي لما تلاقي انه بناتها بيشتغلوا شيء حلو عن جد بتكون مبسوطه. طبعا نرجع لها شكر يعني. عشان تعمل اللي اعطتنا اياه. الله يخليكم اياها يا رب. الله يخليكم اياها. المشاريع اللي زي هيك في المنزليه بدك اهل البيت نفسهم يكونوا متقبلين، بدهم يتحملوا. يعني طبعا صح. شكرا لدعمهم، لانه بالنهايه انت بدك مساحه بالبيت. صحيح. بدك شيء، بدك توسخي، بدك ممكن حتى الصبغات تطب على شيء بالغلط، يعني بدك ناس تتحمل. فطبعا شكرا لهم اللي متحملين. جميل. طيب المواد اللي كمان انا شايفه عند هون على الطاوله اللي هي هاي المواد الخام اللي انتم اساسا بتستخدموها، احنا هون بنرجع ناكد انها زيوت طبيعيه 100%. هاي العينتين اللي عندنا ايش هم؟ هذا زيت نعناع. زيت نعناع. وهذا زيت بنفسج. زيت اشوف والله زيت بنفسج مش ريحته كثير زاكيه. هذا كثير بستفيد منه بالريحه للاشياء. احنا حتى العطريه لانه بنعم طبعا زيوت عطريه اللي بنستخدمها بتكون ريحته يعني حلوه، يعني بتكون كلها اشياء طبيعيه. هاي صبغات اصلا بس خاصه للجسم، يعني هاي خاصه للصابون والمقشرات. اللي بتعطي لون هي هي اللي بتعطي لون طبعا، وهي ما بتضر البشره، يعني ما بتضر الجسم. بتكونوا متاكدين انها ما بتضر البشره؟ طبعا هي اصلا خاصه لهي اللون. جميل. طيب زي هيك هديه مغلفه، هاي ايش؟ خلينا نشرح كمان. انا بشتغل كيف، في ناس بتحب تجيب باكيجات عشان ما تيجي تطلب لك مثلا بدي واحد باثروم واحد لي. انا بعمل باكيج كامل في معظم المنتجات اللي انا بقدمها، ومنظره بعمله كثير حلو، كثير بهتم كيف يكون منظره. طبعا طريقه كثير مبين المنظر بجنن. يعني هون احنا في ناس بتبدا انه هديه مقشر، وفي عندنا كمان صابون ليف وهدول الفوار. الفوار الالوان الليلكي مع حتى لون التغليف مع الشفاف، هذا قد ايه اللوجو تبع المشروع تبعكم؟ كل هاي الامور الانسجام فيها كثير كثير مهم. وهون كمان هذا بيحتاج ل خلينا نحكي نوع من الفن، اكيد لانه العين هي اللي طبعاً. بتنجذب لاي شيء. كيف الناس تحب تشوف منظر شيء بتحب تشتريه، وبعدين تحب تقدمه هديه، يعني هذا قدمه هديه، هي هديه كثير حلوه، هديه لطيفه يعني. وزي ما نحكي دائما اي شيء بيكون يدوي او معمول طبعاً. بيكون مصنوع بحب. طبعا طبعا. وانتم يعني مبين قد ايه مشتغلين على هذا الشيء بحب. وانا دائما صدقا بحكي انه نشتري من اشخاص هم عاملين شيء بايديهم، غير ما انك تروحي على محل من شيء مستورد طبعاً. وجاي من برا في روح. طبعا. في طاقه حلوه انحطت فيه، وحد بيكون مبسوط وهو بيشتغل فيه. في امنيه بانه يا رب هذا المنتج يكون بجنن. ان شاء الله يا رب يعجبهم. بضل اسال يعني احنا بنحاول زباين، انا بسالهم بنحاول نعرض في اضبط طريقه، يعني انه يكون طريقه العرض احلى شيء انك تقدر تقدميها، ممكن كمان هديه مش بس لك، فاهمه؟ صح. فاحنا كمان نشتغل على طريقه العرض من ناحيه انه يتقدم كهديه كفكره من رغوه، مش انه بدي اشتري هذا المنتج عشان اجربه وخلص، فاهمه؟ فمشتغل على طريقه العرض، حتى على طريقه التصوير، كيف ننزل الاشياء على الموقع، يعني كله بنشتغل عليه من ناحيه تسويقيه ومن ناحيه انه الناس تنجذب لهي الاشياء. جميل جميل. والناس عن جد كثير بحس الناس بهاي الامور بشدتهم الفكره كثير، وكثير ناس صارت تطلب، بقول لك يعني مشروع يدوي، مشروع في البيت، هذا إشي عن جد ندعم. وأنا مبسوطة إن الناس عنا عن جد تدعم هاي الأمور. ثقافة دعم المشاريع للشبابية موجودة، وبتحسوا إنه الناس من باب دعم ومن باب إنه تشجع، ولحتى المشروع يستمر ويكمل. كمان طبعا حتى بتتفاجئ إنه بتكون، يعني أنا قبل ما أبلش المشروع كنت متوقعة إنه
أقل من اللي بيصير هلأ. طبعاً الحمد لله بتلاقي إنه في ناس تقبل على هاي الأشياء، وتفاجأت لأني كنت فكرة إنه بس الناس تشتري على منتج ممكن يكون في ماركة معينة وخلص، بس لا، عن جد الناس تدعم المشاريع أكثر من إنه قرايب وصحبات وهذا، لا حتى ناس غرباء بينتبهوا بيلتفتوا على لهاي الأشياء. جميل، الحمد لله. هو واحد ممكن يعمله في البيت وياخد فائدة حلوة، بس كيف بتقدميه شكله، كيف بتطبع لما يكون طابع ويفور ومش عارف شو، هاي اوكي هو كتير مفيد، بس هو شكله جد وانت بتصوري كيف يفور الناس بتحب تشتري، خاصة احنا البنات بصراحة يعني. احنا نعمله شكل ملبسة ملبسة بات بوم، نعملها زي ملبسة. هلا هو بالعادة بتقدم في باكيجات، بس احنا نعمله في هاي الطريقة يعني شكل غير حلو. عن الناس حلو جميل. يعني هاي الفكرة البسيطة اللي لكن تحمل كتير من التفاصيل الحلوة. يعني ميس قدي بتشوفوا بأنه فكرتكم ممكن تكبر أكثر وتنجح أكثر وتوصل للناس أكثر؟ أنا بصراحة بتمنى يعني أنه اسم رغوة يصير موجود في معظم المحلات الموجودة عندنا. أحكي بديش أحكي برا، بحكي في البلد، يعني يجي حدا يشتري مقشر رغوة، بدي منتج رغوة. فهذا الإشي اللي أنا بسعى له، أعمل شكل معين منتج معين باسم صفحتي اللي هي باسم رغوة، وتنشهر ويكون واحد مطمن هو بجيب منها. جميل. متأكد انه ما في اي مادة ممكن تضر جسمه او ما تأثر عليه يعني. وقد ايه بتسعوا انه توصلوا منتجكم للمحلات لأماكن او نقاط البيع في اكثر من مكان؟ هذا الاشي بشتغل عليه، بس شوي مش كتير لسه، ما عم بدور على محلات لانه بدي اتأكد انه يمشي بالسوق بين الصبايا وينعرف الاسم، بعدين بصير اوزع في عشان الناس تروح تجيبه هاي المحلات. صحيح. ان شاء الله يعني. حلو. تمام. لما تكونوا يعني موجودات بالطبيعة أو بمكان خلينا نحكي جبلي أو بمنطقة طبيعية، بتحاولوا إنه تسرحوا شوي وتشوفوا تناسق الألوان، طبعاً الروائح طبعاً. الورود كل هاي الأمور أدب خلينا نحكي بتستوحوا منها طبعاً. هي الريحة عطر نفسها، عطر ياسمين بحط عطر لافندر، بحط عطر كل العطور الموجودة بالطبيعة أنت بتلاقيها بالمنتج اللي أنت تقدميه، فهذا إشي لحاله بوحي. لما تكون في الطبيعة تشمي ريحة الياسمين، بحكي بدور على عطر ياسمين يكون له علاقة في الطبيعة عشان الناس تنجذب إلى، برضو فكرته تكون حلوة. حتى أنت لما تكوني مثلا جنب وردة معينة أو إشي زي هيك، هلأ أنا صار أي إشي يلفتني عشان المشروع يعني إذا شفت وردة لونها لطيف بحكي مايس إنه مايس عادي هاي ممكن نحطها بمنتج هذا، لونها كتير بيجي لطيف، ممكن نحطها كزينة. كل إشي هلا صرت اشوفه بالطبيعه صرت اربطه بالمشروع اللي بنشتغل عليه. جميل. هذا خلينا نحكي الخيال عندكم صار اوسع أكيد. بما يخدم المشروع. طب شو اكثر هيك نهفات صارت معكم في بدايه المشروع؟ واكيد اول ما بلشتوا الا ما صار نهفات كثير معكم. يعني مش عارف بصراحه يعني شغله ما زبطت. لا انا بحكي لكم اكثر الشغلات اللي انا بتضايقني طبعا عندتها طبعا بالاخير بتلاقي حركة الحرجي مع زباين معينة، انت حكيت انا احكي لهم اشي هي ترد عليهم اشي تاني، هم بصير يحكوا لي ما احنا كنا باسم صفحة واحدة واحنا تنتين بنرد عليهم صفحة تنتين، بصير يحكوا طب انت مش هيك فهمتينا، بروح بتقاتل مع احكي مع ما تضلي تحكي مع اكتر من حدا. هذا اشي مش مشاركين فيه. مسكتي هاي صبية اسمها ما نكملي حكي انت معها بدون ما نتقاتل يعني ما بقدر اقرأ كل شيء بنحكى. حلو حلو. وهي يمكن الاخطاء بتستفيدوا منها عاديين طبعا، لحتى لانه فيش مشروع بيكون يعني بيرفكت بكل شيء من الاول، هي الاخطاء هي اللي بتعلمنا كيف نكمل. وبتخيل هذا الاشي بفيدكم لقدام، انه مثلا حدا واحد يكون مسؤول عن الرد على الصفحه، حدا واحد مسؤول عن خلينا نحكي الاساسيات او المهام، هاي هي بالنسبه لتوزيع المهام. لكل مشروع شبابي فعلا في بدايته بيكون في طلعات ونزلات وبيكون في اختلافات، ولكن كل هذا الاشي بيوصلكم بالنهايه ل نتيجة حلوة ومشروع ناجح. يعني حابب الأخير أعرف منكم أكثر قد ايه بتحاولوا تطوروا حالكم بهذا المشروع، بمعنى تتعرفوا على زيوت جديدة، مواد جديدة تضيفوها بالمشروع، وبالتالي يضل مشروع رغوة متطور. أنا بضل أدور على دورات لها علاقة في الصابون والأشياء الطبيعية، ولسه ما وقفت يعني، أنا أخذت دورة ولسه ما وقفت اليوم أنا وياها قاعدة بكمل. طبعا ناخذ دورات في إدارة المشاريع، ما بحكي عن المشاريع الصغيرة، هاي دورة تانية، وناخذ دورات لها علاقة في كيف انت تركبي منتج معين عشان تقدميه بالسوق يصير منتج تجاري. جميل. وطبعا برضو كتير بحضر فيديوهات تنسيق هدايا وبحضر فيديوهات تنسيق كيف تعمل باكج كيف تقدميه بالضبط، هذا كله
بدك تكون حاضر عشان تقدر تقدمي شيء كويس للناس. حتى انه احنا اذا بدك المشروع يستمر بدك تضلي تنزلي منتجات جديده، تطرحي منتجات جديده على المشروع بالضبط. فاحنا بنضلنا نتدرب على اشياء جديده، ويعني هلا احنا مكتفيين في هدول، بس بعد فتره راح نصير ننزل كل شوي منتج، لانه قاعدين نتدرب عليهم ونطرحهم بعد فتره ان شاء الله. جميل. عشان نضمن نجاح المشروع اكثر يعني. جميل. طبعا في النهاية بدنا نحكي انه دراسة مياس الإعلام حاليا وميس إدارة الأعمال وشغلهم شغل لأنه منتجات طبيعية، ولكن هذا الشيء بأكد بأنه الشغف يعني إذا درسنا شيء مش ضروري أنه مثلا خلاص نستفادت فيه. طبعا أنا من ناحية الترويج مثلا من ناحية الترويج على صفحات السوشيال ميديا كثير حسيت أنه تخصصي فادني، وهي إدارة يعني النهاية هي مدير المشروع، أسعار ومش أسعار والسوق وطلب وعرض ومن هالحكي هذا كله الحمد لله يعني شوي يعني إلي خبرة طالما أنا دارسة في هذا الموضوع. أكيد يعني. أكيد. يعني إلا الإشي يأثر التخصصي يعني أكيد. لقاء كتير كتير ممتع ميسوية، أنا وصلنا بوجودكم وأنا بدي أتمنى لهذا المشروع يكبر أكثر وأكثر. الله يسعدك يا رب. وبدنا ندعو المشاهدين كمان إنهم يدخلوا على صفحتكم على فيسبوك، ضيفونا على صفحة رغوة بالعربي أو بالإنجليزي واستمتعوا بالمنتجات الموجودة. أخيرا خدمة التوصيل كلها امكانيه اونلاين، كلها كل المناطق موجوده. طبعا متوفر كل المناطق. جميل. في رام الله مرات احنا بنوصل، مرات من في شركه توصيل نتعامل معها، وفي بالقدس وفي بالضفه وفي بالداخل. جميل جميل. ميسو مياس كثير انبسطت فيكم، وعن جد اجمل ما يكون حبيبتي. فيه هو انكم توأم، كثير في بينكم مناكفات لطيفه وتضيف عن جد جماليه حتى لطبيعه شغلكم، فدائما كل التوفيق والنجاح ورغم ان شاء الله بوصل لكل العالم مش بس فلسطين حبيبتي. اذا مشاهدينا الكرام بهيك بنكون وصلنا لختام حلقه اليوم من على البساطه، دائما بنتمنى لكم الخير والمحبه، انتظرونا بحلقه جديده والى اللقاء.